حبايب قلبي، تعالوا النهاردة أوريكم إزاي هنعمل الكوكيز الخطير باللون الجميل ده من غير ما نستعمل كاكاو ولا شوكولاتة، بمكون واحد بس. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا رشا جابر ودي قناتي. انزلوا على طول اعملوا لايك واشتراك في القناة. يلا بينا. وصفتنا النهاردة مقاديرها سهلة وبسيطة جدا. هنحتاج عسل وبضاية. هنحتاج من العسل ده كوباية معيارية اللي هي معيارها 250 جرام، أو كوباية بتاعة المج بتاعة الشاي اللي احنا نشرب فيه عادي. هننزل بالبضاية على العسل، وبعد كده شوية فانيليا، فانيليا غامقة أو الكيس الفانيليا العادي اللي احنا بنستخدمه. وبعد كده هننزل بنص كوباية من الزبدة السايحة، ونقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا بالشكل ده لغاية لما يندمجوا مع بعض كويس. بعد كده هننزل بتلات كوبايات من الدقيق. الأول هننزل بكوباية، وبعد كده نحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر وهنقلب. يعني مش هننزل بالدقيق كله مرة واحدة، هننزل بكوباية كوباية لغاية لما نشوف الخليط بتاعنا ده هياخد قد ايه من الدقيق. دي الكوباية التانية. هقلب برضو، هلاقي بعد ما اقلب كويس جدا هلاقي برضو هي لسه سايلة العجينة ما مسكتش. هحط كمان الكوباية التالتة، تمام بالشكل ده، وهقلب. حسب نوع الدقيق بتاعك ممكن يستوعب، يعني من اول مرة يبقى محتاج 3 كوبايات، او ممكن ياخد 3 كوبايات ونص، فحسب نوع الدقيق اللي عندك. بعد كده بعد ما وصلنا للقوام ده خلاص هنمسكها كده من بين ايدينا ونكورها، هنلاقي ان هي بتتشكل معانا بسهولة. فتمام كده، هناخد بقى قطعة قطعة قد كده عين الجمل، ونكورها كده نعمها بين ايدينا، وبعد كده نضغط عليها ضغطة صغيرة ونحطها في التشوكلت شيبس كده، تمام. وبعد كده هنرص في صينيتنا، وبرده نراعي ان احنا نسيب مسافات بسيطة كده ما بين كل واحدة والتانية، عشان طبعا هي فيك البيكنج باودر هيخليها تنفش شوية طبعا. واي شوكولاتات بتقع مننا زيادة في الصينية دي بنشيلها، لان هي بتعمل ريحة حروقة كده، وتحس ان الكوكيز بتاعك هو اللي بيتحرق. دي الكمية بتاعتي بعد ما خلصتها كلها، هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. هتبقى جاهزة وبالشكل ده قدميها لولادك، هتبقى جميلة قوي، وتنفع في اللانش بوكس، وتنفع طبعا بكوباية الشاي بعد الظهر كده، بنحب تبقى في حاجة حلوة جنب كوباية الشاي بتاعتنا. فيديو النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم. هستنى تعليقاتكم الجميلة، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.